الآن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في هذه الكلمة المقتضبة قبل ذهابه إلى تل أبيب. حول الحملة الحالية ضد حماس، تنظيم حماس، فإسرائيل ليس لها واجب بل ملزمة بأن تدافع عن نفسها وأن تضمن ألا يحدث هذا مرة ثانية. وقلنا بوضوح أيضا أن كيف تدير إسرائيل هذه المسألة مسألة مهمة، وسنركز على القضايا التي يجب اتخاذها من أجل حماية المدنيين، ونود أن ندرس الخطوات الملموسة لحماية هؤلاء المدنيين. فقد شهدنا في الأيام الأخيرة المدنيين الفلسطينيين ضحايا هذه الأعمال، ومن المهم جدا أن تلتزم الولايات المتحدة ببذل كل الجهود الممكنة لحماية المدنيين. وفي الوقت ذاته نحن لدينا عزم ألا ينتشر هذا الصراع. سنتحدث لشركائنا في المنطقة. والهدف الثاني هو استمرار جهودنا لإيصال المساعدات الإنسانية وإدخالها ومن ثم أيضا إخراج مواطنينا من غزة. وبالنسبة للمساعدات فقد أقمنا خلال الأسابيع الأخيرة جهودنا لتحريك الشاحنات التي أدت لإدخال عدد كبير من الشاحنات، وسنرى زيادة في الأيام القادمة. وعملنا جاهدين لأن نضمن أن مواطنين وغيرهم سيخرجون في الأيام التالية، وسنرى الأمريكيين وغيرهم يخرجوا من غزة، وهذا سيستمر خلال الأيام القادمة. هذا جهد مكثف من جانبنا بالعمل مع دول أخرى لضمان هذا الطريق لمواطنين ومواطنين دول أخرى. كل يوم صعب على الرهائن، ونتخذ كل الخطوات الممكنة لنضمن إطلاق سراحهم. وثالثا وأخيرا سنتحدث عن كيفية وضع الظروف المواتية من أجل سلام دائم وأمن دائم للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. ونركز على هذه القضية، ونركز على هذا اليوم، ونركز أيضا على ما يأتي في أعقاب هذا اليوم. نركز في كل هذه المسائل وكيف يمكن أن نتجاوز مع الوقت مرحلة الوصول إلى حل الدولتين، وربما هو الضامن الوحيد من أجل دولة يهودية ديمقراطية إسرائيلية ودولة فلسطينية كما يستحقون. هذه النقاط التي سنركز عليها، وهذه هي الأوقات العصيبة التي تشكل قضايا بالغة التعقيد، لكنني كل ثقة بأن الدبلوماسية الأمريكية يمكن أن تحدث فرقا في تغيير الوضع الراهن، وهذا ما سنسعى لفعله. هل تعتقد أن إسرائيل أبدت ضبطا للنفس حتى الوقت الراهن في غزة؟ وهل أيضا تضمنون أنهم سيتحركون في مسألة منح إمكانية عبور الشاحنات؟ كما قلت بداية، إن إسرائيل لها الحق وعليها الواجب بأن تدافع عن نفسها، فما من دولة لا الولايات المتحدة ولا غيرها يمكن أن نفكر بها يمكن أن نستحمل مثل هذا الذبح للمدنيين. فنحن نقف مع هذا ونوقف على موقفنا السابق، ولكن كما ديمقراطيات الولايات المتحدة وإسرائيل وغيرنا لدينا مسؤولية لبذل كل الجهود الممكنة لحماية المدنيين الذين يكونون في الطريق الصعب وفي وجه الأذى. وبالتالي حماس قامت بشكل بشع وعن قصد
باستهداف العائلات ووضعتهم أيضا كأدرع بشرية، وضعت ذخيرتها وسلاحها ورجالها تحت المدارس وربما داخلها وتحت المستشفيات، وهذا صعب، ولكننا يجب أن نكون على قدر المسؤولية. لذلك سنتحدث عن الخطوات الملموسة التي يمكن أن تؤخذ من أجل تقليل الأذى الواقع على الرجال والنساء والأطفال في غزة. لن نتحدث عن التفاصيل هنا، لكن هذه المسائل على جدول أعمالنا. عندما أرى طفل فلسطيني، ولد أو بنت، يسحب من تحت أنقاض مبنى، هذا يشبه أي طفل في إسرائيل أو في أي مكان آخر. هذا أمر لدينا مسؤولية أن يكون لدينا رد عليه، وسنفعل ذلك. ماذا عن تقييركم لانتشار هذه الأزمة ووصولها إلى خارج الحدود الإسرائيلية؟ ماذا عن جبهة لبنان، وكيف ستتمكن من جعل دول المنطقة أن تكون موجودة في ما بعد؟ رأينا البحرين والأردن يسحبون السفراء، فماذا، فهل أنتم مستعدين لذلك؟ هناك مواجهة لكل التصعيد سواء في لبنان أو في أي مكان في المنطقة. الرئيس كان واضحا فيما قاله، وكنا أيضا واضحين بالعلن وكذلك في اجتماعاتنا الخاصة أننا سنكون موجودين لردع أي تصعيد في المنطقة. سنعمل على إيصال الرسالة لشركائنا، فهم من مصلحة أي أحد لهذه المسألة أن يتم تصعيدها. بعض الأطراف المعنية تدرك ذلك، وسنعمل على هذه المسألة في كل يوم من أيام مداولاتنا. ما شاهدناه حتى الآن هو هجمات محدودة، وكان لدينا رد. استهدفوا قواتنا في سوريا والعراق، نحن موجودين للردع إعادة ظهور داعش، وكان لدينا رد. لدينا هذا العزم على وقف أي تصعيد، ونتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حدوث ذلك. فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، من المفهوم أن الكل يركز على هذا اليوم وليس فيما بعد. لدينا حوار حالي، كيف يمكن أن نعد الظروف المواتية لسلام مستدام واستقرار مستدام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء؟ سنتابع هذه المسائل في الأيام القادمة. هذا جهد طويل الأمد، ولكننا سنركز عليه. شكرا لكم جميعا.